النهاردة يا أصدقائي هحكي لكم حكاية جميلة جدا، حكاية بائعة الآيس كريم اللذيذ. بس قبل ما أبدأ الحدوتة عايزاكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حدوتة جديدة. كان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في قرية جميلة جدا، كل الناس اللي فيها طيبين، ناس طيبين وقلبهم أبيض. وكان في بيت صغير بيسكن فيه أب وأم وتلات بنات. في بنت منهم كانت لسه بتدرس وكان اسمها آية. آية دي بنت جميلة جدا وعندها صفات كتير كويسة، زي مثلا إنها ما بتكدبش ومؤدبة وبتسمع الكلام وحياتها كلها منظمة، وكانت بتحب دراستها وبتحب تقرأ كتب دايما. كانت آية دي من أسرة فقيرة قوي، وكانوا كلهم بيشتغلوا علشان يقدروا يعيشوا ويساعدوا آية في إنها تكمل دراستها. وعلشان آية طبعا بنت جدعة قررت إنها تساعد أهلها وتشتغل هي كمان. وطبعا في الأول باباها ومامتها اعترضوا وقالوا لها لأ يا آية، ركزي في دراستك واحنا هنوفر لك كل المصاريف اللي انت عايزاها. بس آية طبعا فضلت تتحايل عليهم وتقول لهم ان هي نفسها تشتغل وتفصل شوية عن الدراسة، مش كل الوقت يبقى مذاكرة وبس، وانها محتاجة تشتغل وانها كبرت وما بقتش طفلة صغيرة. وبعد محايلات كتيرة قوي من آية، اهلها قرروا ان هما يوافقوا ويفكروا مع بعض ايه الشغلانة اللي ممكن آية تشتغلها، علشان هي بنت رقيقة قوي وبتتكسف وما عندهاش خبرة في الحياة، فطبعا لازم تكون هتشتغل حاجة مناسبة ليها ولصفاتها. فقرروا ان آية شاطرة جدا جدا في الايس كريم، وبتعرف تعمل ايس كريم حلوة قوي ولذيذ وكل الناس بتحبه. فقرروا يعملوا لها عربية ايس كريم وتنزل آية تبيع كل الايس كريم اللي فيها. وطبعا آية فرحت جدا واتبسطت وحست انها هتشتغل في حاجة هي شاطرة فيها وبتعرف تعملها. وبالفعل بدأوا يجهزوا لها عربية الايس كريم ويعملوا لها كل الاطعم الجميلة. وبعد ما العربية بقت جاهزة وشكلها تحفة جدا جدا، وآية مالتها بكل الأطعمة الآيس كريم الجميلة اللي هي بتعرف تعملها، قررت تنزل في مكان مليان ناس، وكان ميدان عام وكان فيه كل الناس، وفي جنينة صغيرة فيها أطفال كتير بيلعبوا. فآية قررت تختار الموقع الجميل ده وتقف فيه بالعربية بتاعتها وتبيع الآيس كريم للناس. هي كانت عاملة كمية صغيرة جدا في الأول علشان خافت ان الناس ما تشتريش منها الايس كريم. بس ما عداش ساعتين وكانت آية مخلصة كل الكمية اللي معاها، وكانت مش مصدقة نفسها وقالت الحمد لله. كانت عارفة كويس قوي ان الرزق ده بتاع ربنا، وان الرزق بيجي بأسباب كتير، وان سبب كبير من ضمن الأسباب دي ان مامتها وباباها راضيين عنها، وإن هي تعبت وهي بتعمل الآيس كريم، وفعلا طلع طعمه جميل جدا، والناس كلها ابتدوا يتكلموا عنها في القرية ويتكلموا عن الآيس كريم بتاعها وقد إيه هو جميل. بس كان في حاجة كانت مزعلة آية قوي، إن القرية بتاعتهم كان بيحكمها ملك من الملوك الأشرار، وبيظلم الناس وبيفتري عليهم وبيفرض عليهم ضرائب كبيرة جدا، واللي ما بيقدرش يدفع الضريبة دي كان بيضربه وبيسجنه هو والحراس بتوعه. وفي يوم من الأيام
الملك ده كان معدي وشاف آية وهي واقفة بعربية الآيس كريم بتاعها، وبص للناس كده وهو مكشر، بص لآية ولمحها وسأل المساعد بتاعه، العربية دي ما كانتش واقفة هنا قبل كده. فرد المساعد وقال له دي بنت غلبانة اسمها آية بتبيع الآيس كريم هنا، ولسه النهاردة أول يوم شغل ليها. فقرر الملك إنه ينزل يجرب بنفسه طعم الآيس كريم لأن الشكل شده، وراح لآية. وآية بصت له وكانت خايفة جدا، وكلمها بأسلوب وحش وقال لها هاتيلي أحسن نوع آيس كريم عندك. فردت آية بصوت واطي وهي خايفة وقالت له كل حاجة عندي حلوة. برق لها الملك لكن ما تكلمش، وآية حضرت له آيس كريم واديته له وهي خايفة وبتترعش. أخد منها الآيس كريم بكل تكبر وأكل، وأول ما أكل وشه ضحك وبسط قوي، وطلع من جيبه عملة ذهبية واداها للبنت وهو بيرميها على الأرض وبيبص لها ومشي. بعد ما حصل كده بحوالي ساعتين صدر من القصر الملكي حكم بإن آية تتعين في المطبخ الملكي علشان تعمل آيس كريم للملك لوحده. وطبعا الخبر انتشر في المدينة والسكان كلهم زعلوا علشان هما كانوا حبوا الآيس كريم بتاع آية، وأطفالهم كمان كانوا بيحبوا ياكلوا من آيس كريم آية، وهم خافوا عليها جدا علشان الملك ده شرير وممكن يأذيها. وآية كمان زعلت جدا مع إنها عارفة إنها هتاخد فلوس كتيرة من الملك ومش هتخلي أي حد من أهلها يشتغل، لكن آية كانت مش بتحب الملك وبتزعل قوي من اللي بيعمله مع الناس، وعشان كده بعتت اعتذار بإنها بتحب تعمل الآيس كريم بس وتساعد الناس مش علشان خاطر الفلوس، علشان خاطر تنشر السعادة بين الناس. رفض الملك وجابها بالإجبار وفضلت عنده غصب عنها لحد لما الغضب ملا المدينة كلها، وقرروا أهل المدينة إن هم يتخلصوا من الملك الظالم ده ويحرروا آية المسكينة ويرجعوها تاني تبيع آيس كريم في الشارع للناس كلها، وقرروا إن هما ينزلوا يعملوا ثورة في الميدان، ميدان المدينة. وفعلا الملك لما شاف الناس كلها غضبانة وعايزينه يمشي قرر إنه ياخد الحرس بتوعه ويمشي، وطبعا الناس فرحوا جدا جدا. وبعد كده رجعت آية تبيع الآيس كريم في الشارع وسط الناس اللي بيحبوها وبيحبوا الآيس كريم بتاعها، وعاشت المدينة في سلام وسعادة، وعينوا ملك جديد بيحب الناس وبيحب الخير وبيساعد أهل المدينة. وبكده تبقى خلصت الحدوتة، وهستناكم تكتبوا في التعليقات استفدتم ايه من الحدوتة.